لكن النخبة الحاضرة والفعاليات والشخصيات والوجوه الحاضرة كتخليني أنني نرصد واحد الرسالة. كنتمنى أن نيتي ويعني ما قررته في هذه القاعة أن لا تخونني إن شاء الله، أن يحضر في ندوة صحفية لنادي أسود الفيل أبي القوى وهو يستعد لتنظيم تظاهرة أقول وأؤكد عليها أنها تظاهرة تاريخية باعتبار أنها ستكون الأولى من نوعها على مستوى القوى، وأن ينظم بهذه المدينة تظاهرة رياضية دولية بحجم التظاهرة التي سنقوم عليها وعلى مستوى الحضور الجماهيري وعلى مستوى التنظيم أيضا. أقول أن يكون في القاع مع أسود الريف نادي هلال النظور لألعاب القوى، أصفق بحرارة وبصدق وبمشاعر صادقة أيضا لكل الإخوة في المكتب الإداري لهلال النظور لألعاب القوى وبحضور رئيس النادي السي عبد المنصوري خير الذهاب، هو دليل على التئامي على تعاوني وعلى كذلك الجهود المشتركة التعاون المشترك النبي والسامي لأسرته الألعاب القوى في هذا الحضور رسالة كبيرة. أتمنى أن تثمر نتائج إنجازات القادة، وأتمنى أن تنجز كذلك أو تنتج أبطال في المستقبل للرياضة بصفة عامة. المحي وأن يحضر بجانبه في ذات الكرسي كذلك على الجوار رئيس فتح النظور لكرة القدم سي محمد رمضاني رسالة كبيرة لكل من يعنيه الأمر، فصدقوا على هلال وفتح النظور الذين يعني لعبوا مقابلة السد وهم في المراحل مباراة السد من أجل إن شاء الله إعادة الإشعاع لكرة السلة، فألف تحية أيضا لكل الإخوة في أسرة كرة السلة النظرية. إذا حضرات السيدات والسادة نحن جد سعداء، هو تحية لبقي الفعاليات طبعا ولكل الجمعيات وكذلك للمرأة النظرية والريفية والمغربية الحاضرة في الندوة الصحفية. كنا مطر النظور جمع أمستردام خصيصا من أجل الحضور معكم في هذا الحفل البهيج ومن أجل المساهمة أيضا في إنجاح النسخة الأولى لسباق الدول على الطريق. يتعلق الأمر بمن نفتخر به كمغربي بالأراضي المنخفضة بالديار الهولندية حيث يقيم، عين سفير الاتحاد الدولي للماراثون والسباقات على الطريق في الدول العربية وإفريقيا طبعا تشمل أيضا شمال إفريقيا حيث تمسغ واللغة والهوية والثقافة الأمازيغية. نظركم محطات دولية كبيرة كانت بصمته حاضرة بها بقوة، ماراثون مراكش، ماراثون فالنسيا بإسبانيا، وماراثون أوتريخ بهولندا. إنه ضيفنا العزيز سي رشيد بن سهام، تصفيقات حارة وشكرا.